السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي النهارده من قصص الانبياء عن قصه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سيدنا محمد يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، وهو خاتم الانبياء والمرسلين. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وامه امنه بنت وهب. ولد في مكة عام الفيل، حيث كان إبرهة الأشرم ملك الحبشة يشعر بالحقد والغيرة لأن العرب يقصدون بيت الله الحرام للحج، فبنى إبرهة معبدا كبيرا عاليا، وأخذ يدعو الناس ليحجوا فيه، ولكنهم لم يطيعوه وظلوا يقصدون بيت الله الحرام للحج. قام إبرهة بتجهيز جيش كبير فيه أفيال ضخمة، وتوجه به لهدم الكعبة، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى بيته وأرسل طيرا تحمل الحجارة من جهنم، أخذت تقذفها على هؤلاء المعتدين حتى هلكوا جميعا. كانت أمنة بنت وهب في هذا الوقت حاملا بجنينها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد توفى أبوه عبد الله فولد يتيما. ولم تكن أمنة تشعر بآلام الحمل والولادة كما تشعر النساء، بل رأته نورا يخرج منها ويضيء المكان. ثم جاءت حليمة السعدية وأخذت محمد لترضعه في ديار بني سعد بالبادية، حيث وجدت الخير والبركة بوجوده، وظل عندها حتى بلغ الرابعة من عمره، فوقع له حدث شق صدره الشريف، حيث كان يلعب مع الغلمان، فجاءه جبريل عليه السلام وشق صدره وأخرج منه نصيب الشيطان. حينما بلغ محمد السادسة من عمره توفت أمه أمنة، فتكفل به جده عبد المطلب شيخ مكة الذي كان يحبه ويحسن رعايته. ثم توفى عبد المطلب بعدها بعامين، وكان قد أوصى أبا طالب برعايته، وكان عمه أبو طالب يحبه حبا شديدا، فضمه إلى أبناءه في بيته المتواضع، كما كان يصحبه معه في خروجه للتجارة. وذات مرة خرج به في تجارة إلى الشام، وقابلهم راهب اسمه بحيري، ورأى بحيري محمدا ووجد عليه علامة النبوة، فعلم بعظم شأنه وأوصى أبا طالب بالعودة به حتى لا يؤذيه اليهود. عمل محمد برعي الأغنام، ثم عمل بالتجارة، واشتهر في قريش بصدقه وأمانته وأخلاقه الطيبة. ثم تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد التي اختارته زوجا لها لسيرته الطيبة وحسن خلقه. وكان محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء ليختلي بنفسه ويتأمل في الكون ويعبد الله على ملة إبراهيم عليه السلام. وحينما بلغ 40 من عمره، وبينما كان في الغار في شهر رمضان، بدأ نزول الوحي عليه، حيث أرسل الله له جبريل، وكانت أول آيات نزلت من القرآن هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا فازعا، يقول: زملوني فزملوه. وبعد أن حكى لخديجة ما حدث طمأنته، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وأخبرها بالأمر، فبشره ورقة بأنه سيكون نبي هذه الأمة. ونزل الوحي متتابعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أرسله ربه لتبليغ رسالته إلى الناس أجمعين والدعوة إلى دين الإسلام بعدله ورحمته وترك الشرك والضلال. وكانت دعوته في السر أولا، ثم أذن الله له أن يدعو قومه في العلن. أسلم البعض ودخلوا في دين الله، بينما ظل الكثير على كفرهم وعنادهم، وهم يتهمون الرسول بالكذب، بل أخذوا يؤذونه ويسخرون منه هو ومن آمن معه. ثم مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويكف عنه أذى المشركين. وبعد ذلك توفت زوجته الحنون خديجة بنت خويلد، والتي كانت تسانده في دعوته وتنفق في ذلك من مالها، فسمي هذا العام بعام الحزن. واشتد إيذاء الكفار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وقعت معجزة ورحلة الإسراء والمعراج.
وبدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الوفود التي تأتي للحج بمكة حتى بايعه على الإسلام وفد من المدينة، وبدأوا ينشرون دعوته في المدينة. ثم أذن الله لرسوله بالهجرة فهاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر، كما هاجر المسلمون فرارا بدينهم. وفي المدينة أسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ثم المسجد النبوي، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج. ولكن المشركين واليهود زادت خيانتهم ونقضهم للعهود وعداءهم للمسلمين، فتآمروا على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من مواجهتهم وقتالهم للقضاء على الشرك. كانت أولى الغزوات هي غزوة بدر، وانتصر فيها المسلمون برغم قلة عددهم. ثم توالت الحروب بين المسلمين والمشركين حتى كان فتح مكة عام 8 هجريا، حيث ذهب النبي بجيشه فاستسلم له المشركون وعفى النبي عنهم، فدخلوا في دين الله أفواجا وعلموا أن دين الإسلام هو دين الحق. وأخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يهدمون الأصنام ويرفعون راية الإسلام. ثم خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم للحج في عام 10 هجريا، وسميت بحجة الوداع، فأدى مناسك الحج وخطب في الناس. ثم توفى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 عاما بعد أن بلغ رسالة ربه وأدى أمانته. دي قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.